لسه الاخير طبعا، بس هو هناك على طول كده عشان احط فيه بالمره. يعني هم هناك لسه الفلاشات؟ اه لسه هناك الفلاشات. تمام، يعني مثلا انا لو دخلت على النت، جبت على جوجل اهو يا جماعه، خلاص بعد جوجل دخلت جبت بحث خلاص عن مسألة ادمان، طبعا انا بدور بالصيغه يا جماعه دوت دي او سي اكس او دي او سي، مفيش مشكله، ظاهرة تعاطي مش عارف ايه اول المخدرات الكلام ده كله طبعا. عشان يجي وورد يعني. اه عشان يدور على صيغه وورد. اه ايوه اهو، مثلا اختار دي، بيحمل البحث عندي اهو، اخترته كليك اتفضل. خلاص اتفضل، هجيب لي الضغط. مش هنا، مش هنا، ده في واحد هنا شغال اسمه زين. يا ربي، هعمل برزنتيشن ستارت باوربوينت. خلاص ادي الادمان وتحتيه ومثلا وتأثيره، تأثيره على الفرد والمجتمع. خلاص كليك هنا اعداد زي ما اتفقنا. ممكن طبعا انت هنا تحط اللوجو بتاع الشركه بتاعتك او اللوجو بتاع المؤسسه اللي انت تابع ليها وصوره، اتعامل عادي خالص يعني. انسيرت بيكتشر عادي خالص، انسيرت بيكتشر اهو خلاص، او مثلا تجيب كليب ارت، ومن كليب ارت تجيب تعمل كده كليك وتكتب ادمان، يدور لك على النت يجيب لك حاجه زي كده. خلاص مثلا نختار حاجه زي كده اهو، كليك اهو عليها هنا اهو، بنتظر عليها حاجات بسيطة بس كده عشان ينزلها يعني. هتلاقي نزل على طول يعني، كليك تمام اهو يا جماعة. هقفل الدنيا خلاص اهو، كلوز. شيفت واتجاهات يكبر الصورة، شيفت واتجاهات يكبر الصورة، بس ده ادمان نت تقريبا. طيب عايز اخليها الصورة خلف النص. كان عندنا في الوورد العلامة دي اللي احنا عارفينها اللي هي ان فرونت وبيهايند، هنا مفيش للاسف في الباوربوينت، ولكن في عندي الادوات دي يا جماعه، سند باكورد سند برينج فورورد او رايت كليك، هي هي بالظبط. سند باكورد خلاص، سند باكورد او سند باك، سند باكورد دي تمشي خطوه واحده بس لورا، لان سند تو باك يرجع ورا خالص. يعني انت لو انتوا واقفين ثلاثه ورا بعض ولو قلت له باكورد يرجع خطوه واحده لورا، لكن سند تو باك يرجع اخر واحد ورا اهو بالشكل ده. تمام، ممكن اخلي مثلا، طبعا هي مش مناسبه للادمان خالص، ولكن ايه احنا انا بجرب يعني. والكلر هنا مثلا، هي ممكن طبعا ادمان النت طبعا اهو، بصوا كده شكلها كده. لو انت حابب ان الصوره تطبق في كل الشرايح، يعني العلامه دي تبقى ثابته في كل الشرايح، حاجه كده عامله زي ايه يا جماعه، زي الهيدر والفوتر. هي زي العلامه المائيه. بالظبط. عندنا هنا في الاكسل حاجه اسمها الماستر سلايد، ماستر سلايد الشريحه الرئيسيه، الشريحه الرئيسيه في التعريف بتاعها هنا تقريبا موجود عندنا. خلاص بعد الضغط هنا ناقص، تمام ادراج خلاص، بعد ادراج اهو، فروم بيجيننج سلايد ترانزيشن انيميشن سلايد ماستر. بصوا يا جماعه، ويمكن تكرار صوره او شعار داخل جميع الشرائح، واعلم جيدا انه يمكن عمل كوبي بيست، ولكن هيكون الامر ده ممل للغايه. خلاص ذاك، يوجد اختيار تاني اسمه في الباوربوينت ابلكيشن اسمه الماستر سلايد. الماستر سلايد دي عباره يمكن من خلاله تكرار نص او صوره على ايه يا جماعه، بصوا ها، على مدار البرزنتيشن كله. يعني انت بس بتضيفه في حاجه واحده بس، هو اوتوماتيكلي بيتضاف للكل. والماستر سلايد عباره عن بنيه الشرائح، يمثل تخطيط للشرايح، بمعنى اكثر وضوح عباره عن شريحه عند اضافه نص او صوره بها تكرر تلقائيا على كافه الشرايح. بعملها ازاي بقى؟ بروح داخل على فيو، ومن فيو بختار ها سلايد ماستر، مش كده وبس، بعد بيفتح لك الشكل ده قدام حضراتكم، تقف على اول شريحه هي دي اسمها السلايد ماستر. خلاص وادرج جواها اللي انا عاوزه بقى، صوره اي حاجه، مفيش اي مشكله خالص. زي طب ازاي؟ طيب تاني كده، اولا انا هاخد دي كات هقصها، خلاص مش عاوزها، انا كده كده هحطها في الماستر سلايد. يلا فيو سلايد ماستر اهو، تحسوا ان الشكل كل الحاجات اللي انتوا عاملينها اختفت ولا اتغير، دي البنيه بتاعت الشرايح، ده تخطيط الشرايح كانك مش شايف حاجه.
اقف على الشريحه الاولى خلاص اللي هي الماستر سلايد، ونزل الصوره اللي انت عاوزها خلاص ورا الكلام، ولا تحطها ورا الكلام اوتوماتيكلي، ما تقلقش اهو. بصوا كده، كل ما تجيب شريحه جديده، ها ملاحظين حاجه؟ ها كويس كده يا جماعه؟ تاني تاني، انا فرضا مثلا دخلت على النت وجبت صوره عادي جدا، اجيبها من سيرت بيكتشر اي حاجه خلاص براحتك خالص. تعال ندخل على ماستر سلايد، اد فيو سلايد ماستر، اقف على اول شريحه، ادرج الصوره اللي انت عاوزها. حاضر يا بيكتشر يا كليب ارت. تعالى مثلا ايه، ندور على حاجه هنا زي كده، زي دي مثلا خلاص، كليك عليها اخترتها، واستنى حاجه بسيطه عشان ما يهنكش، احددها كده واحطها في اي مكان خلاص. وبعد ما بخلص بقفل السلايد ماستر. طب ودي انا اقفلها ازاي ان شاء الله؟ لما بفتح السلايد ماستر في تابه بتتفتح معايا خلاص، دوس عليها كده كليك اهو، واعمل كلوز سلايد ماستر، هتلاقي اوتوماتيكلي. بصوا يا جماعه، ده الشغل الصح اللي احنا المفروض نعمله خلاص. طب عايز ادلت السلايد الصوره دي او دي ولا لها، ولازم ترجع فين؟ للسلايد ماستر. في الامتحان يا اما يقول لك ضيف صوره في السلايد ماستر، يا اما دلتها، حاجه من اتنين. طب ادلتها اهو، حاضر يا فندم، ادخل على فيو وادي سلايد ماستر، ما ينفعش تقف هنا وتدلتها، لا 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 اهو، ها لازم ترجع للسلايد ماستر اهو، واعمل ديليت خلاص. طيب تاني شريحه العناوين الرئيسيه، ادعم دايما الباوربوينت بتاعك بصور، ما تنساش حاجه زي كده. طيب انت مثلا هتتكلم في الباوربوينت عن ايه؟ تمهيد. يبقى انا هقول لهم اكتب العناوين الرئيسيه بتاعت التمهيد. حاضر، كنترول في مثلا المخدرات واسبابها وتعاطيها اهو، انت بتاخد العناوين الرئيسيه، انواع المخدرات بالشكل ده خلاص. انا يعني هو ده الفكره ان انا بعمل بيها البرزنتيشن بالشكل ده، اخد العناوين الرئيسيه من عندي. طبعا هو بيشرح كل حاجه، ما ينفعش احط الكلام ده في باوربوينت خالص. انا بجرب طبعا خلاص، وهكذا. خلصت دي تمام، رحت محددهم كده طبعا، بشيل الكلام ده كله، بحط نقطه ماشي، بعمل بحدد، بروح بظبط هنا، بعملها بالشكل ده خلاص. وابدا في الشريحه اللي بعد كده اشرح كل حاجه، تمهيد اهو، بعد التمهيد اروح راجع بقى اللي انا كنت فيها مثلا في الاول خالص، مثلا اهو تقديم مثلا، ادي عند التمهيد هتلاقي عندك دي اهو، احددها كده رايت كليك واعمل كوبي كويس، بعد ما اقراها طبعا، واروح اعمل بيست بالشكل ده ماشي. حاول لو تقدر تختصر فيها اكتر من كده ماشي، اعمل جاستيفاي. فاكرنا ايه جاستيفاي؟ دي بتعمل ايه؟ بتظبط الفقره من الجانبين، وسع المسافات شويه، خليها واحد ونص خلاص، اعمل بولد عندك بالشكل ده، ده برزنتيشن بالشكل قدام كده خلاص. الثانيه مثلا المخدرات، المخدرات واسبابها مثلا. طبعا انا محتاج ان انا اضيف صوره هنا جنب النص، لكن الشكل ده ما بيسعفنيش، ده هنا لا اضيف صوره يا نص. ادخل جوه لاي اوت هنا واختار شكل مثلا زي كده معايا، يبقى البارت ده تقدر تكتب جواه، والبارت ده تقدر تدرك صوره جواه اهو. مثلا مسحت كده، هرجع مش عارف، بس انا ممكن ناخد دي مثلا، ناخد كوبي ونعمل هنا بيست، حدد، اعمل جاستيفاي، تعالى هنا اضيف صوره زي ما انت عايز. مثلا ندخل على انسيرت، نختار كليب ارت، وطبعا ايه صوره زي دي اهو اخترتها، كليك عليها بس كده واستنى عليها حاجه بسيطه خلاص، هتلاقيها تنزل طبعا عندي هنا
وزي ما عرفنا نقدر نعمل منها روتيت او نقدر ندل نعمل كروب نقطع عادي، مفيش اي حاجة صعبة. خلاص يلا عادي خالص، انا برضه هوريلك يا شيخ اهو اهو. كويس كده، صورة كروب او كروب، لم الدنيا بتاعتك كده شوية ولم الدنيا كده بتاعتك شوية، حاول بقدر الامكان ايه توصل لافضل ايه مثلا يعني. خلاص واضغط كده بعيد، لو انت عايزه يبص الناحية التانية ادي اهو روتيت، ادي فليب الناحية التانية اهو هوريزونتال، بس طبعا المشكلة عندنا انتوا مش شايفينها في الكلمة دي. خلاص اهو كانت شكلها كده بقت شكلها كده. خلاص واضيف عادي جدا، خلاص شرايح واقدر واكتب عادي جدا. عايز اعمل مخطط بياني ادي مخطط البياني اهو، اكتب مثلا احنا عندنا ايه هنا في العناوين دي انواع المخدرات، ممكن اكتب هنا مثلا في دي خلاص شكل زي كده، انا باكد عليه قوي الشكل ده، ادي انواع المخدرات ادلل دي لو انا مش عاوزها. خلاص انواع المخدرات ماشي، كليك واروح اعمل بيست هنا كوبي بيست على طول. خلي بالك ده بيتعمل بره، تقعد انت بره عند واحد الموضوع بسيط، ما مش لازم انت ايه كل حاجه اسهل حاجه تروح تعملها بره وتكبر دماغك. خلاص مش عارف ايه ده بس برضو اهو في حاجه تانية اهو اضيفها ازاي انتوا عارفين يا جماعه؟ ها من ديزاين اد شيب بيفور افتر جرب واعمل بيست كنترول زد امسح كده واعمل بيست وهكذا. تبدا بقى تعمل الاسفل او يعني بتبدا تظبط الدنيا، وادي برزنتيشن عادي جدا اهو ما خدش بايدينا حاجه بصراحه حاجه صعبه. ايه المفروض الخطوه اللي بعد كده؟ والله انت ممكن تختار حركه لكل كلمه، حركه لكل كلمه ازاي يعني؟ يعني كل فقره كده اعمل لها حركه، دي اسمها الانيميشن. احنا خدنا الترانزيشن بتحرك الشريحه نفسها، لكن انا عندي الانيميشن اهو. بصوا يا جماعه ركزوا، في هنا انيميشن وفي ادفانسد انيميشن، ايه الفرق؟ في معلومة بيقول لك إيه؟ لأي نص، لأي نص أو صورة يراد تحريكها، يعني أنت عايز تحرك نص أو تحرك صورة خلاص؟ ليها ثلاث حركات متتالية يقصد بها الحركة المخصصة للعناصر. بمعنى لأي نص عايز تحركه داخل الشريحة ثلاث حركات متتالية، إيه هي؟ دخول النص بيسموها الإنترنس، الإنفسيس إلى مرحلة التأكيد، الاكزيت مرحلة الخروج. يعني الكلمة هتدخل ازاي؟ طب بعد ما تدخل الكلمة ايه اللي هيحصل لها؟ تتأكد، وبعد ما يحصل لها تطلع ازاي؟ دول التلاتة دول بيسموهم تبع الانيميشن. ينفع ان انا اعمل واحدة منهم بس، وينفع اعمل التلاتة، بس لو هتعمل واحدة اكيد هتبقى الانترنس. طب ودي ازاي ان شاء الله اعملها؟ بص حضراتكم كده اهو، من الجزء ده يا تختار انترنس يا امفسيس يا اكزيت، يعني واحدة بس، لكن هنا تقدر تختار التلاتة. في الامتحان ما بيطلبش منك الا واحدة بس. طب ازاي اهو؟ يبقى شكلها كده اهو. اهو. ها؟ طبعا هتبان معاك، وطبعا في اللي من غير شبكة تبقى شكلها كويس. كده. عايز اكتر؟ ادي هنا في مور انترنس. من اشهرهم يعني في الشغل بتاعنا صراحة، أنا هوريك بقى في شغلي يعني، إحنا بنستخدمها اللي هي الفليب إن، أو أنا آسف اسمها الفيد إن. فين 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 هي تحت موجودة، أو الفليب سوري فليب. بصوا كده يا جماعة، لو أنت بتعلم طفل قراءة وكتابة استخدم الدروب، لكن ما تعملهاش في رسالة. أنت هتهزر ولا إيه؟ خلاص انت ايه ما بتذلنيش. خلاص لو انت عاوز تحرك في حاجه تانية اسمها كريدت، في كريدت اهو بصوا كده هتلاقي متحرك من تحت لفوق. خلاص يبقى في دروب في فليب، فليب اشهرهم صراحه. فليب اهو اخترتها.
بس خلي بالك لو جيت اخترت الثانيه دي تلغي الايه الاولانيه، زي اللي انا بقول لحضراتكم ايه، هنا مفيش الا واحده بس خلاص. لو انت مش فاضي انا هقول لك تقدر تعمل انيميشن للبرزنتيشن كله في ثانيه واحده، خلاص في ثانيه واحده، بس استنى عليا شويه. طب انا عايز اعداد دي بس هجرب فيها الثلاثه بقى، يبقى هستخدم دي اهو مثلا، اقول له هتدخل كلمه ايه اعداد بالشكل ده، وبعد ما تدخل الكلمه يحصل لها تلف في الهواء لفتين مثلا، يحصل لها كده، او تكبر يحصل لها جرو، وبعد كده تختفي. شوف انا لازم اعمل لها كليك كل مره تختفي. انا اسف، خلاص. فلما تيجي تبدا العرض بتاعك يبقى بالشكل ده، ها الادمان وتاثيره، خلاص اعداد. طبعا لو انت عامله اوتوماتيك هتلاقي ايه كله ده شغال ورا بعض. خلاص يا جماعه. طيب بالنسبه لل، لو انا عايز اجيب صوره متحركه وانت على النت عايز تجيب صوره متحركه، اكتب له كلمه ايه انيميتد، انيميتد انيميتد اي حاجه، انيميتد اي حاجه، انيميتد بيكتش مثلا بيردز، انيميتد انيمالز، انيميتد اي، المهم كلمه انيميتد معاك. او تدور على اي صور على النت الصيغه بتاعتها جيف، جي اي اف، جيف دي يعني صور متحركه، خلاص. فانا مثلا جبت له مثلا انيميتد مثلا انيمالز. صح كده، ممكن طبعا لو انا هنا ادور على صور، ادور على صور تكون الصيغه بتاعتها بي ان جي، فعلا الصوره اللي الصيغه بتاعتها بي ان جي ما بيكونش ليها خلفيه، ودي فعلا بنستخدمها في الفوتو كتير يعني، خلاص. طبعا انت بتدور على صور متحركه كتيره، خلاص، ولكن انا عندي شويه صور متحركه انا بشتغل عليهم هنا، خلاص. نيو فولدر، هنسميها نيو فولدر تقريبا. يعني بيجيبها معايا على طول، خلاص، لحد ما يسرش عليها، خلاص، يبقى أنت عرفت. تاني هنا هجربها لك تاني أهو على دي. أهو كليك أهو يا جماعة، عرفت الفرق بين الاتنين؟ خلاص أهو. مثلا دي العنوان الرئيسية، حدد الدول كلهم مرة واحدة كده. واعمل لهم على الكل، على كل سلايد، لا على السلايد واحده بس، مش زي الترانزيشن اهو يا جماعه. اد انيميشن، اخترت مثلا شكل زي كده، امسك دي، خلاص، حدد النص كله، اد انيميشن مثلا دي او شكل زي كده. بس الحاجات دي لازم تبقى فيه يعني ايه الشخص اللي بيتفرج يعني، ما تمشي له عشان يعرف يقرا وراك يعني، اختار له فليب، بص فليب دي، ها هيمشي معاك. ممكن نخلي الموضوع اسرع؟ طبعا انا عندي هنا اسرع او ابطا اهو، سريع او بطيء، علي الديوريشن يبقى سريع، وطي الديوريشن يبقى بطيء، خلاص. طيب على كل السلايدز حالا، كل السلايدز نعرفها برضو. للاسف انا كان معايا شويه صور حلوين جدا. دوت جي اي اف اكيد هيجيبها لي ان شاء الله. لو انا عايز الانيميشن تتعامل على كل الشرايح، ادخل على فيو وسلايد ماستر معايا، واقف على الشريحه الاولى ونفذ عليها الكلام ده. ولو انا نفذت ينفع اخد كوبي من الشريحه احطها على السلايد ماستر؟ لا، اعملها من الاول بقى يعني، يعني بص كده وطبق على السلايد ماستر بقى، اختار كده. طب فين الكلام؟ ولا كانك شايف حاجه، اقف كليك كده، دي الاماكن اللي بيتكتب فيها يا جماعه. وما تخافش هتطبق على الكل. ادخل على انيميشن واختار الشكل اللي انت عايزه. نفس الكلام. لو انا ما عملتش يبقى لازم ارجع تاني للسلايد ماستر. بالظبط. خلاص اقفل السلايد ماستر اهو. كلوز. ابدا العرض بتاعك، بدات العرض. خلاص. بالشكل ده. حاجه كده محترمه. وبرده ما تتمداش خلاص في حته الانيميشن قوي يعني، حاجه بسيطه. العناوين الرئيسيه اهو، جميل.
وطبعا خلي بالك ان الشرايح تشتغل اوتوماتيك او مانيوال ده بيعتمد على انت هتعرضه لمين. يعني انت مثلا في رساله ماجستير او في اجتماع او في اي حاجه ما ينفعش تخليه اوتوماتيك لان انت هتتناقش، لكن الناس بتتفرج على زي قصه خليه اوتوماتيك يشتغل مع نفسه. ازاي؟ اهو ما احنا خدناه من هنا اهو من دي. خلاص عندك اهو تقريبا دول كلهم الايه الصور المتحركه، مش عارف يعني كان هم دول. لا يعني كنت هوريكوا صوره كده بتتحرك، ما فيش مشكله خليها مثلا لبدايه المره الجايه. طيب انا عايز منكم كده تعملوا لنا باور بوينت عباره عن خمس شرايح عن حاجه معينه، بس هو ده اللي انا عايزه منكم النهارده. بيتخللهم يعني انا هبعت لك البرزنتيشن ده يتخللهم ماستر سلايدز، يتخللهم انيميشن. خلاص ادخل على النت كده، ادخل على النت واعمل لي بحث عن حاجه خمس شرايح بالكتير، بس المهم ان انا هسيب لك ده وهبعته لك. خلاص تمام، بحيث ان احنا ايه عايز اطلع برزنتيشن منكم حلو يعني. خلاص شوف فرق فكر كده اعمل لنا عرض تقديمي حاجه في مخك عايز تعملها ماشي. انا بعت لك البرزنتيشن على الديسكتوب، عايز اعمل زي ده بالظبط.